أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس فوتوشوب 2020. طبعا بعد ما نفتح البرنامج عندنا هنا الخيار اللي هو Create New. طبعا نضغط على هذا الخيار راح تظهر لنا نافذة جديدة. هذه النافذة تحتوي على مجموعة من الأوامر، أهم هذه الأوامر هذه اللوحة اللي من خلالها نقدر ننشئ مساحة تصميم جديد. طبعا عندنا هنا بالأعلى اسم التصميم، مثلا راح نسميه كرت شخصي. طبعا عندنا هذا الجزء خاص بمقاس التصميم، وطبعا تم شرح المقاسات بالتفصيل الممل في المحاضرة السابقة. بإمكانكم متابعة المحاضرة من خلال رابط المحاضرة في صندوق الوصف. عندنا هنا الريزوليوشن الدقة، طبعا الدقة تعتمد على نوع التصميم، إذا كان مطبوع راح تكون الدقة 300، وإذا كان التصميم معروض راح تكون الدقة 72، وهنا طبعا البكسل على الانج عندنا ثابتة. بالنسبة للكولر مود النظام اللوني اكو شوية تفاصيل، خلينا نتعرف على هذه التفاصيل سوية. اهلا بكم، هناك مجموعة من أنظمة الألوان، وأشهر هذه الأنظمة هي CMYK, RGB, Grayscale و Bitmap. طبعا هذه الأنظمة الأربعة هي الأشهر في أنظمة الألوان. النظام الأول هو RGB، وهو نظام لوني يعتمد على الألوان الرئيسية للضوء، وهي الأحمر والأخضر والأزرق، حيث يخلط هذه الألوان الثلاثة لاستخراج الألوان الأخرى. يستخدم هذا النظام في التصاميم التي تتفاعل مع الضوء، أي التصاميم المعروضة على الشاشة، سواء كانت شاشة الموبايل أو الحاسوب أو حتى التلفاز. وأشهر أنواع تصاميم هذا النظام هي تصاميم السوشيال ميديا كالإعلانات الدعائية على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام. النظام CMYK وهو نظام يعتمد على 4 ألوان رئيسية، الأزرق والأحمر والأصفر والأسود، حيث يخلط هذه الألوان الأربعة لاستخراج بقية الألوان. يستخدم هذا النظام في التصاميم التي تعتمد على الأصباغ، أي التصاميم المطبوعة. وأشهر أنواع تصاميم هذا النظام هي المطبوعات التجارية كأغلفة الكتب والمجلات ومطبوعات الدعاية والإعلان. النظام Bitmap وهو نظام لوني يعتمد على لونين فقط، وفي الغالب يستخدم اللونين الأبيض والأسود، حيث يتم عمل التصاميم في هذا النظام على ملء البكسلات باللون الأسود، وذلك لتتحسسه ماكينات معينة مثل ماكينات CNC. مثال على ذلك هذه القطة التي باللون الأسود، تتحسسها ماكينة القطع وتقطع الخط الفاصل بين الأسود والأبيض. النظام Grayscale وهو النظام يعتمد على ألوان الأسود والأبيض مع تدرجات الأسود كاللون الرمادي. يستخدم هذا النظام في التصاميم التي تكون بنظام الأبيض والأسود، وكذلك يستخدم في معالجة الظل والإضاءة للصور الفوتوغرافية. النظام Grayscale ممكن استخدام به اللون الأبيض والأسود وتدرجات الأسود اللي هو الرمادي. أما النظام Bitmap فلا يمكن استخدام التدرجات، فقط الأبيض والأسود. الخلاصة، إذا عدنا تصميم راح ينعرض على الشاشة يكون النظام اللوني الخاص بـ RGB، أما إذا تصميم راح ينطبع يكون النظام اللوني CMYK، وإذا تصميم راح يكون موجه لماكينات CNC يكون النظام Bitmap. أما إذا تصميم يحتوي على صور باللون الأسود والأبيض نختار النظام اللوني Grayscale. يستكمل إنشاء مساحة جديدة للكرت الشخصي، وطبعا مثل ما نوهنا بالمحاضرة السابقة الكرت الشخصي هو راح يكون مقاسه 9 سنتيمتر. طبعا نكتب هنا 9 سنتيمتر ونغير الى السنتيمتر. طبعا يفضل اول مرة بالبداية نغير الى السنتيمتر وبعدين نكتب الرقم اللي هو 9، ونكتب الارتفاع اللي هو راح يكون 5.5، والدقة راح تكون 300 مثل ما نوهنا انه اذا كان التصميم مطبوع راح تكون الدقة 300، والنظام اللوني راح يكون CMYK لان التصميم مطبوع. طبعا عندنا هنا الباك جراوند، عندنا هنا وايت وبلاك وباك جراوند كولر. الوايت المقصود بها انه الخلفية راح تكون بيضاء، وطبعا البلاك راح تكون الخلفية سوداء، والباك جراوند كولر هو حسب اللون اللي موجود بالبيكر
أو السواتش، إذا كان أحمر راح يكون أحمر، إذا كان أزرق راح يكون أزرق. وعندنا طبعاً أنا ترانسبيرنت اللي هي الشفافة، وطبعاً راح تكون خلفية شفافة. إحنا راح نختار وايت ومن ثم كرييت. راح يتم إنشاء مساحة جديدة، وطبعاً هذه المساحة تكون باللون الأبيض. وطبعاً البرنامج راح يفتح لنا طبقة جديدة، هذه الطبقة راح تكون مقفولة اللي هي طبقة الباكجراوند. على اليسار عندنا هنا مجموعة من الأدوات، راح نشرح هذه الأدوات بتفصيل ممل مع تطبيقات عملية في حال لو كان هذا التصميم هو عبارة عن كرت عمودي وليس أفقي. طبعاً توجد عدة طرق لقلب المساحة. أسهل هذه الطريقة هو نجي إلى Image ومن ثم Image Rotation ونختار 90 درجة clockwise، راح تكون هذه المساحة مقلوبة، راح تتحول اتجاه مساحة العمل من أفقية إلى عمودية. طيب بإمكاننا أن نصغر العرض من خلال نضغط على Alt والرولة اللي بالماوس، أو نضغط على Control وعلامة الزائد للتكبير، Control وعلامة الناقص للتصغير. عندنا أول أداة وأهم أداة هي أداة Move Tool. أداة Move Tool من أهم الأدوات وأكثر الأدوات استخداماً بالفوتوشوب. حتى نستخدم هذه الأداة راح نضيف شكل مستطيل، وطبعاً راح نشرح هذه الأشكال لاحقاً مع تطبيقات قوية وبتفصيل ممل. بعد ما نختار الأداة الأشكال راح نرسم مثلاً هذا الشكل اللي هو شكل المستطيل، وراح نرسم شكل آخر اللي هو شكل مستطيل أيضاً آخر. هذه الأشكال حتى نحركها راح نجي إلى أداة الموف تول، هذه هي أداة الموف تول، وطبعاً اختصارها حرف V. بإمكاننا نضغط من الكيبورد حرف V راح تظهر عندنا الأداة. طبعاً هذه الأداة بها مجموعة من الخصائص. أول خاصية هي الأوتو سيلكت. الأوتو سيلكت هي تستخدم للتحديد الذكي، يعني عندما أضغط على الشكل راح يتم تحديده. طيب ممكن أحد الأشخاص متعود على مقابض تظهر عندما يتم تحديد الشكل، طيب هذه المقابض ليش مظاهرة؟ عندنا من خيارات الأداة موف هنا بالأعلى عندنا الخيار شو ترانسفورم كنترول، لازم نفعل هذا الخيار حتى تظهر عندنا المقابض. هذه المقابض مهمة جدا بالتعديل ومهمة بالتحريك. إذا احنا مفعلين الأداة موف تول ومفعلين خاصية أوتو سيلكت، عندما أضغط على هذا الشكل بشكل مباشر راح يتم تحديد الأشكال. أما إذا احنا لغينا الخيار أوتو سيلكت، عندما أضغط هنا ما راح يحدد لي هذا الشكل، راح يحدد لي الطبقة المختارة. يعني عندما أفعل الأوتو سيلكت عندما أضغط على الشكل هو راح يختار لي الطبقة، عندما ألغي الأوتو سيلكت عندما أحدد على الشكل ما راح يختار لي الطبقة إلا أن يجي أختار الطبقة من صندوق الطبقات. ممكن شخص آخر يسأل إنه ليش منفعل الأوتو سيلكت إذا هي تحدد لنا بشكل مباشر؟ طبعا هذا الخيار بيه عيوب وبيه فوائد. من ضمن هذه العيوب إذا أنا عندي مجموعة من الأشكال وهذه الأشكال أو الطبقات موجودة جزء فوق جزء، يعني عندما أجي أفعل الأوتو سيلكت أريد أفعل هذا المربع الكبير، عندما أضغط على هذا الخيار بهذه المنطقة راح يتفعل المربع الصغير. ليش؟ لأن المربع الصغير هو اللي تم الضغط عليه، فبالتالي ما راح أقدر أحدد المربع الكبير وراح يصير عندي مشكلة. أما إذا أجي ألغي الأوتو سيلكت وأجي أحدد هذه الطبقة وأضغط بأي مكان بالشكل راح يتم تحديد هذا الشكل ويستثني الشكل الآخر. ليش؟ لأن الخيار أوتو سيلكت غير مفعل. وطبعاً بخيارات اللاير والجروب إن شاء الله راح نشرح لاحقاً عندما نتعمق بالبرنامج. تعلمنا الأوتو سيلكت هو تحديد ذكي للطبقات وطبعاً به عيوب وبه فوائد، وتعلمنا الخيار اللي هو شو ترانسفورم كنترول اللي هو يظهر لنا المقابض مقابض الشكل. طيب عندنا هنا هذه الخيارات، هذه الخيارات هي خيارات الترتيب والمحادات. يعني عندنا مثلاً هذا الشكل وحبينا نستنسخ هذا الشكل، نضغط على المفتاح Alt ونسحب راح يتم استنساخ الشكل. طبعاً راح أجي أحدد هذا الشكل بهذه المنطقة وراح يكون هذه الأشكال غير متحاذية، وحبيت هذه الأشكال تكون متساوية من الأعلى، لابد أنه أجي إلى صندوق الطبقات. طبعا حتى أفعل صندوق الطبقات أجي من قائمة ويندو أتأكد أنه الخيار Layers مفعل، هذا اللي هو اختصاره F7 من الكيبورد.
صندوق الطبقات هي مجموعة من الطبقات. أيضا راح نشرح موضوع الطبقات بتفصيل كبير إن شاء الله. طيب أجي أضغط على Control وأحدد هذه الطبقات جميعا ما عدا الخلفية، حدد طبقات الأشكال. راح تتفعل عندي هذه الخيارات، خيارات المحاذاة. إذا ألاحظ هنا أنا ما متفعل عندي لأن ماكو عندي أشكال أو طبقات محددة حتى يسوي لهن محاذاة. إذا أجي عندي هنا مجموعة من المحاذاة، عندي هنا محاذاة إلى الأعلى، هنا راح يساوي لي هن من الأعلى. هذا الجزء اللي هو محاذاة من الأسفل راح يساوي لي هن من الأسفل. وحتى نجرب هذه المحاذاة بشكل أفضل، خلينا نختار ألوان للطبقات. مثلاً نختار اللون الأحمر لهذه الطبقة. هذا الجزء راح نصغره أو نكبر الأحمر هذا الشكل، وراح نجي نحدد الطبقات. ممكن هذا الجزء نصغره بهذا الشكل. راح نجي نحدد هذه الطبقات الثلاثة ونجرب المحاذاة. إذا من اليسار راح يتساون كلها من اليسار، وهنا راح يتساون من اليمين، وهنا راح يكون بالوسط. هذا الجزء خاص بالتوزيع، وطبعا هنا عندنا توزيع أفقي وهنا توزيع عمودي. طبعا هذه الأجزاء مهمة جدا بالتصميم. راح ناخذ أمثلة للتوزيع. قبل كل شيء راح نمسح هذه الأشكال وراح نعيد أشكال جديدة. مثلا عدي هذا الشكل، أضغط على Alt وأخلي هذه الأشكال. وطبعا حبيت أنه هذه الأشكال تكون متساوية بيناتها، يعني ممكن أجي أحدد هذا الشكل وأضيف هنا شكل آخر. وعندي أربعة أشكال، وهذه الأشكال أريد أخلي المساحة بيناتهم موزعة بالتساوي. لابد أنه أحدد الأشكال حتى تتفعل عندي خواص المحاذاة. إذا أجي هنا على هذا الجزء أو هذا الخيار راح يوزع لي ياهن بشكل متساوي جدا. هذا فيما يخص المساواة الأفقية. أما المساواة العمودية، عندما أجي عندي هنا أشكال مجموعة من الأشكال، ألاحظ أنه هاي الأشكال ما متساوية. عندما أريد أساويهن وأوزعهن راح أجي أحدد هذا الشكل مع هذا الشكل مع هذا الشكل وأختار التوزيع العمودي، راح يتوزع عن الأشكال بشكل عمودي وبشكل متساوي. طبعا هذه أغلب الاستخدامات بالأداة موفتور. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.